أستاذة سارة درويش، مؤلفة كتاب عزيزي رفعت أهلك. قبل الفاصل كنت بتقولي لي إن أنت فضفضتي مع رفعت، اللي هو الشخصية اللي مش موجودة في الحياة، وكان أكتر الحاجات اللي بتقرقك إن أنت الناس عايزة تعملك خريطة تمشي عليها، أو القالب اللي بنقول عليه، وأنت تمردتي على هذا القالب أو الخريطة دي. طب في إيه مشاكل تانية وإيه اشتكيتي لرفعت لإيه كمان؟ حاجات كتير يعني. قولي لنا ابسط حاجه، الاحساس طول الوقت بالخوف في الـ يعني انا بشوف ان الشباب في الزمن ده طول الوقت عندهم احساس بالخوف، وطول الوقت عندهم احساس ان هم مش ملحقين. من ايه خايفين؟ من كل حاجه. خايفين حاجه تفوتهم، خايفين ما يلحقوش يعملوا حاجه، خايفين يكونوا مقصرين. ما هي دي الفكره. في كتاب جميل جدا اسمه قلق السعي الى المكانه. الكتاب ده مهم جدا. ليه؟ لانه بيهدي الخوف ده شويه، بيهدي احساسنا ان احنا المفروض نعمل كل حاجه طول الوقت. حتى تلاقي ستريس في السوشيال ميديا، انت قاعد تضيع وقت، انت المفروض دلوقتي تاخد كورسات ما اعرفش ايه، انت قاعد تضيع وقت، انت حد غيرك زمان ودلوقتي بيتعلم ما اعرفش ايه وايه، انت بتشتغل شغلانتين. على فكره في ناس بتعرف تشتغل 3 شغلانات. اللي هو طول الوقت كده في اصوات حواليك عماله تقول لك انت ما بتعملش كفايه. انا مش عارف ليه الناس بتقول لبعض كده اصلا. واحد يخليه في نفسه، في نفسه والله. مش يعني احنا ليه شغلين نفسنا ومضيعين طاقتنا في ان احنا نفكر في بعض؟ كل واحد يخليه في نفسه. وغصب عنك حتى لو مش بتسمع الكلام ده بتتاثر بيه. يعني غصب عنك حتى لو انت بتسكرول كده هتلمع حاجه تتاثر. هو انا فعلا مقصر؟ هو انا المفروض كنت ابقى بالامكانيات اللي عندي دي اعمل حاجه وانا ما عملتهاش؟ انا ازاي مقصر كده في حق نفسي؟ ده الكتاب عزيزي رفعت، واللي عشان الناس مش شايفينها دلوقتي عايز اوصف لكم الكتاب من بره عليه ايد وآلة كاتبه من بتوع زمان، اكن حد بيكتب على آلة كاتبه، بس دي ايد راجل مش ايد ست. بجد؟ انا شايفها ست. اول مره اكتشف دلوقتي. شفتي حد انت قاعده جنب حد السكرتير بتاعي اعتبري كمان. طيب رفعت بيرد عليا. رفعت بيرد عليكي مثلا، او رفعت بيرد عليك صحيح. طب لو رفعت رد عليكي، تعالي نتخيل